أهلا بكم أصدقائي بحلقة جديدة من Demon Souls. اليوم أصدقائي راح أعلمكم طريقة تحصلون الخاتم الأصعب باللعبة وهو خاتم العدو. طبعا هسه حراويكم الطريقة اللي تحصلون بها هذا الخاتم. أول شيء تفوتون لعالم ملك الحفار، تفوتون يم هذا التاجر، تقتلون هذا التاجر حتى يصير ميل الشخصية للأسود. باعوا هسه قتلنا، شوف شلون تغير ميل الشخصية على اليسرى اللي فوق. باعوا راسا تغير، اول مواد تغير ميل الشخصية قام يروح للأسود. نحتاج يكون للأسود نقي، يلا نقدر لان اكو شخصية بالمركز، الشخصية اللي تطيها الخاتم ما تظهر الا تكون ميل الشخصية اسود نقي. زين هسه تابعوا وياي. هسه اصدقائي ثاني خطوة نسويها حتى نخلي الميل الروحي لشخصية اسود نقي، نقتل هذا، هاي الشخصية مو اي شخصية، دير بالكم مو اي شخصية بالمركز، تقتلون هاي الشخصية. باعوا لان اكو شخصيات راح نحتاجها بعدين. باعوا تقتلو، طبعا هذا شوية مزعج، فهسه اعلمكم طريقة شلون تقتلو بسهولة. نستخدم عليه سحابة الهلاك اللي تسبب الوباء حتى يبدي يدمه شوية شوية، ينقص تدريجيا ونقتله بسهولة. باعوا تابعوا وياي شلون راح نستخدم عليه سحابة الهلاك حتى نسبب له وباء ويبدي دمه ينقص شوية شوية. طبعا لما المقاتل اللي يسبب له يعني يصير بي وباء، الوباء ما يقدر يوخر، خلاص راح يبدي شوية شوية ناخذ من دمه لحد ما يكتله. باعوا هسه حنستخدم عليه سحابة الهلاك، هاي التعويذة نستخدم عليه. باعوا هسه حينصاب هو، هاي اللي شفتوا هاي مثل السحابة، هسه بس يجي للسحابة هو انصاب، ينصاب بيها. باعوا انصاب، بدا ينقص من دمه. تظلون تراوغون وياه شوية شوية، لا تقاتلوا بس راوغ وياه، حيبدي دمه ينقص شوية شوية لحد ما يموت. هو يعني مو اجريسيف في القتال مالته، يعني بطيء وشغلته مو صعبة يعني، بس خلص هيك يظل راوغ لحد ما دمه ينقص ويموت. هسه باعوا بقالة شوية من دمه، ما بقى هواية. باعوا الوباء ظل بيه لحال ما يموت. باعوا هسه مات تمام. هم ميل الشخصية، طبعا نروح محارب عريق، ميل الشخصية اللي تشوفون قام يسود هم شوي شوية شوي شوي درجات يقوم يسود. باعوا هسه ميل الشخصية حراوكم اياه. باعوا هذا ميل الشخصية، ميزوا بين ميل العالم وميل الشخصية، ميل الشخصية باعوا قام شوي شوي يتجه للأسود. هسه اصدقائي حنروح لسجن الامل اول بونفاير، حتى هناك اكو هم تاجرة نقتلها حتى هم يبدي تسود ميل الشخصية. واعلمكم شغلة بهذا العالم تسهل عليكم الاعداء ذولا المس نوبلز المزعجين، تستخدمون هاي المعجزة المجال غير سحري. هذا المجال غير سحري يخلي مثل الزون، الاعداء اللي بداخل الزون ما يقدرون يستخدمون اي تعويذة سحر، ومن ضمنها طبعا الشخصية نفسها اللي هو أنا. فذول الاعداء ما عندهم شيء غير السحر، من استخدم عليهم هذا الشيء ما راح يقدرون يطلقون السحر، وبهيك راح يكونون كل السهلين وما بهم اي مشاكل، عازين قبالك تكونون. فحيخلي هذا المنطقه بدل ما تكون صعبه ومزعجه حتكون كل السهله. باعوا
هسه حستخدم المجال غير السحري، هالمعجزة كلش قوية هالمعجزة بهذا المكان بعض. استخدمته خلقت زون ما يقدرون يستخدم سحر، بعد يشوفون ما يقدر يستخدم السحر ضدي. طبعا انا بضربه واحده اقدر اكتله، بس لان ميل الشخصيه صار مو ابيض نقي، فالقوه مع سيف برجاله ضعفت. من تكون الميل الشخصيه ابيض نقي يكون تقريبا ضعفين قوه هاي، فلهذا احتاجت اكثر من ضربه يلا اقتل هذا العدو. تمام، تابعوا وياي. طبعا كل الاعداء على نفس المبدا موجودين، عم نستخدم ضدهم هذا التعويذه وما راح يقدرون يستخدمون السحر ضدك، وما يقدرون يسوون اي شيء، وانت تقدر تقتلهم بكل سهوله. باو حتى هذا نروح له نستخدم. طبعا مدى التعويذه هم كلش كبير، باو بس هو ما يقدر يستخدم سحر ضدي، ما يقدر يسوي اي شيء، خلاص عاجز عن كل شيء. كل سهوله يقدرون تقتلوه، خلي عليكم هالمنطقه كل سهله. فأشوف الناس هواي يعني يعانون بهالمنطقة من ورا هذول الأعداء، مزعجين وسحر وضرباتهم كل الحركة، بس من تستخدمون هاي المعجزة راح يخضر هالمكان أسهل مكان باللعبة. تمام، حصير الشغلة صالحكم، لأن الأعداء حيكونون ما يقدرون يضربوكم بأي شيء، لأن السحر راح يلغي السحر، ما يقدرون يستخدمون السحر ضدنا. تمام، هسه احنا حنروح المكان هاي التاجرة، وصلنا على قريبين هسه احنا. كان التاجر هاي هنا أنا. هسه أصدقائي هسه راح نوصل للتاجرة. واو وصلنا للتاجرة هاي، هاي التاجر نقتلها. بدون تشتروا منها غراض، انا مشتري منها غراض وراها نقتلها. باو سهلة مو صعبة، ان شاء الله تكون سهلة، بس قتلوها ما راح تأذيكم بشي، ضعيفة كلش. هسه باو راح نقتلها، هاي قتلناها خلصنا. هسه نرجع للمركز بالمعجزة مع الإجلاء. هسه أصدقائي نتوجه هم بنفس العالم، بس الصعيد لتريال المنطقة الثانية، بيها هم شخصية هم نقتلها حتى نزيد الميل الروحي للسواد مال شخصيتنا. هم مو بعيدة، مو شي صعب، نتوجه من هنا. نتحرك هسه باعوا من هنا، تابعوا على الطريق راح تلقون هاي الشخصية، نحررها من القفص وراح نقتلها. ذولا ماكم شغل بيهم، عفوهم جاهل ذولا. نعبر من هنا نوصل هذا. طبعا ارجع عيد انه بالوضع الطبيعي ضربة واحدة تقتل هاي الشخصية الاعداء، بس لانه ميل الروح مالتي صار لا هو اسود لا هو ابيض، فضرب مال السيف صار كلش ضعيف، فقال لازم يكون ميل مالتي يا اسود نقي يا ابيض نقي، الله يصير ضرب كلش قوي مضاعف. زين نتابع من نعوف، هذا ما لنا شغل بيه، تصعدون لي فوق. فوت من هنا، ما لنا شغل بهذا هم، لا تجاهلوهم ماكم شغل بيهم. اوف ذولا
نتجاهل هذول هم، هذا نتجاهل ينزل من هنا ما أنا شغل بي، بس صعد الدرج نصعد الدرج بسرعة. نصعد الدرج منا ما عندكم شغل بأي أحد يجيكم، بس عبر قدام وخلاص. نصعد بهذا نصعد لسه حيجينا. بس نصعد لي فوق يم أول مكان سلسلة نفكه هنا أنا. بس مين نعبر؟ نعبر منا من هاي جهة الدرج، نعوف هاي الأشياء اللي هنا ما نشغل بيها، نزلون من هذا الدرج. باعوا هذا الدرج، نزلون وراها ترجعون تنزلون جوه على هذا الجسر. راح تلقون هاي الشخصية هنا، هاي الشخصية نقتلها حتى نزيد الميل روحي للأسود. هسه هاي الشخصية راح نقتلها، بس نفتح الباب الخلية. قولها نعم. باو هسه طلعت هاي. هسه شو نسوي؟ نروح نسلط عليه وباء قبل لا نضربه ونطخه بأي شيء. ما نسوي أي شيء، بس نروح أول شيء تعويذة مال الحماية، وراها نسوي عليه تعويذة سحابة الهلاك مال الوباء. باو استخدمها عليه، باو انصاب بالوباء. هسه منه هو شوي بده ينقص دمه شوي شوي وراح يهاجمنا رأسا. طبعا من قاتله بس نعوفه سهل، بس نراوغ وياه قبال هاي الشعله ما راح يدمجنا ابد لحد ما يموت بالوباء. باعين قصده ما شوي شوي لحد ما يموت. باعوا هسه مات خلص، هذا هو حيبدي العالم مال المين الشخصيه مالتنا هم يسود بعد اكثر. هسه نرجع للمركز. طبعا من تقتلوا راح تحصلون الدرع مالته مال هذا الفارس. طبعا اصدقائي هسه حنروح الشخصيه بالمركز، انتبهوا كل شيء زين وياي، بس هاي الشخصيات اللي تقتلوها بالمركز حتى يصير الميل مالكم اسود. هذا الشخصيه باعوه، مو القديس اوربن لا، المساعد مالته بس. وراح نقتل اول شيء البنيه هاي، باعوه. لا تقتلون القديس اوربن، تحتاجونه بعدين، مو هسه تقتلوه، هسه تقتلون بس هاي البنيه حتى يبدي ميل الشخصيه يصير اسود. هاي البنيه سهله مو صعبه، الدمج مالتها كلش قليل وسهل قتلها يعني مو صعب. طبعا سيفي كان بكل قوته، كان يعني ما كم ضربه ماتت ما يحتاج. بس قلت لكم ليه ميل الشخصيه مالتي مو ابيض نقي صار. باعوا ما سببت لي اي ضرر. هسه بسرعه نقتلها ماكو مشكله. أو قاشي من دمها راح نقتلها. بقت آخر ضربة، يلا يلا. وهاي كده أنها خلصنا منها. هسه ميل باعوا، شلون صار غير الميل رأسا. حتى ما تحتاجون ديش الشخصيات اللي قلت لكم عليها إذا تريدون، بس يعني ديش الشخصيات تساعدكم على ازداد الميل أسرع بشكل أسرع. هسه تقتلون هاي الشخصية، مو هذا القديس أوربن لا، الثاني المساعد مالته الواقف، الشخص الواقف المساعد مالته. طبعا ما حاستعرض لكم القتال مالته، صار عندي خطأ بالتصوير بقتل المساعد مالته، بس تحتاجون تقتلوه حتى يصير أسود نقي. هسه اصدقائي ورا ما خلينا ميل الشخصيه مالتنا اسود نقي، هسه حنروح اراويكم مكان الشخصيه البنيه اللي تطلع فوق هنا حتى نقدر منها ناخذ خاتم العدو.
يعني بالنسبة لي هذا الخاتم الأخير باللعبة، ويفضل تخلوه آخر خاتم. باعوا هسه نحكي وياها، تطلب منا مهمة، أول مهمة قتل القديس أوربن، نقبل العرض وراح ننزل القديس أوربن بسرعة. طبعا احنا القديس أوربن تطلب منا قتله هو وتلاميذه، بس احنا تلاميذه قاتليهم، فنروح نقتل بس القديس أوربن. باعوا ماكو تلاميذه، بس هو نروح نقتله. باو هسه نبي نقتل القديس أوربن، قتله مو صعب شغلته. بسرعة نروح حتى نقتله، تمام بقى له شي راح يموت، بس لا تخلوه يستعمل المعجزة. تمام هسه قضينا على القديس أوربن، هاي أول مهمة خلصناها. باعوا يعطيكم خاتم تضرع المخلص من تقتلوه، او حتى من قريب نهايه اللعبه راح تلقونه ميت ويعطيكم هاي الرداء مالته والخاتم تضرع المخلص. هسه نرجع نصعد نحكي وياها، راح تعطينا المكافاه الاولى لنا. تعطينا اول مكافاه، باعوا حجر العيون الزاله. طبعا اكو شغله كلش مهمه اللي يسالون على موضوع الارواح الباهته. هسه تقول لنا طبعا اول شيء الحاكم فريك وتلامذته، نقبل العرض نروح للحاكم فريك. طبعا الجوائز البقيه اللي حطينا جائزتين وهي روحين باهته، وهذا الشيء كلش مهم. من تخلصوا لها المهمات مالتها القتل تعطيكم اثنين ارواح باهته تحصلون منها، وهذا الشيء حيخليكم تقدرون تشترون المعجزه حتى تحصلون التروفي. تكون واحده من المعجزات تحتاج ارواح باهته، ثلاث ارواح باهته تشتروها حتى تخلصون تروفي المعجزات. تمام هسه نقتل الحكيم فريك، نهاجمه ونقتله. انت من السحر مالته مو شي سهل حيكون حكيم فريك. اوه صارنا بالوباء، راح يستخدم عين سحر قوي. ابو قال شي يموت، وهذا مات الحكيم فريك. هسه طبعا راح نتقاتل ويا تلميذه، تلميذ مالته طعنا هم خاتم الحدة السحرية نقتله. هسه نتقاتل ويا تلميذه، طبعا خاتم الحدة السحرية شرحت الفيديو الا طريقتين تحصلون بيها، تقتلون يا الحكيم فريك يا اما تلقوه بسجن الامل. سنقاتل تلميذ مالته حتى نخلص منه. شوية مزعج التلميذ مالته لأن سبام من ناحية السحر. ثلاث ضرباته شوية مزعج سبام. هاي ما بقى شيء راح نقضي عليه، وهاي قضينا على تلميذ مالته. هسه نرجع للشخصية ناخذ حتى المكافأة مالتنا. باو نصعد بسرعة للشخصية حتى ناخذ المكافأة مالتنا. اتوقع هنا حتعطينا يمكن روح باهته. باو تعطيكم هي على العموم اثنين ارواح باهته خلال مهمات القتل تعطينا اياها. هسه حجر عيون زائلة بالمرة اللي وراها تعطينا روح باهتة، ترجع تعطينا روح باهتة مرة ثانية. ستطلب منا قتل باتش الضبع، شوية باتش الضبع مزعج نوعا ما بس ماكو مشكلة. هسه نروح نتقاتل ويا باتش الضبع، ننزل من هنا حتلقونا من هنا، وانا شارح بفيديو سابق شلون تحررون باتش الضبع. تحرروه حتى تلقوه بالمركز.
فلازم هاي الشخصيات كلها موجودة بالمركز حتى تقدرون تطبقون شروط المهمات هاي القتل وتقدرون تاخذون الخاتم. بقى هسه باتش الضبع مات، خلصنا هالمهمة بسرعة. نروح هسه ضبع مات، ناخذ خاتم الأسيطين من ورا ما قتله. هسه نروح لهاي البنية مرة ثانية حتى تعطينا المكافأة وتعطينا المهمة اللي وراها. هسه نحكي وياها حتى تعطينا المكافأة روح باهيته. بعض أصدقاء هسه حتى تعطينا نحكي وياها ناخذ المكافأة روح شيطان باهيته. باعوا ناخذ أول وحدة وراح نرجع ناخذ ثانية وحدة. هاي كلش مهمة حتى تخلصون تروفي المعجزات. هسه تريدنا نقتل بيور. شوية بيور الموضوع مزعج لأنه الهيلث مالته كلش عالي وضربات السيف مالته بعيدة المدى وقوية. هسه نتقاتل ويا بيور، طبعا نستخدم لتعويذة سحابة الهلاك، مهم هذا الشي كلش. نستعمل هي أول شي حتى ينصاب سحابة الهلاك معه، ينصاب بالوباء، لأن قتال وياه شوية مو سهل، لأن ضرباته قوية، والهيلث بار مالته كلش عالي، فصعب نقاتله بسهولة. هسه شوي نخليه يتضرر بالوباء، ونروح نهاجمه حتى ننقص من دمه قدر الممكن. بعض أصدقائي مثل كالعادة نراوغ، نظل نراوغ من بيور، هو منصاب بالوباء لحد ما يموت. سبعة وراح يموت، ما بقى شي ويموت بالوباء. نظل بس نراوغ شي نبتعد عنه، بس انتبهوا شوية من هجماته شوية اجريسيف ومو سهلة ومداها بعيد، يعني راح يموت، ما بقى شي، راح يموت بالوباء. باعوا سمات بيور، خلصنا من بيور، خذنا الدرع مالته وخاتم القوى العظيمة. هسه نروح للبنية نفسها تعطينا هم مكافأة روح شيطان باهته وتعطينا المهمة القتل وراها. شوي هذا الختم متطلباته شوي نوعا ما تطول، يعني بها صعوبة نوعا ما شوية. باعوا هسه تعطينا روح شيطان باهته ثانية. هسه ايش حصلنا؟ اثنين روح شيطان باهته، وتحتاجون بعد روح شيطان باهته هم علمتكم فيديو وين تاخذوها. وهيك صار عندكم ثلاثه وتقدرون تاخذون المعجزه حتى تاخذون التروفي تكملون كل المعجزات. زين هسه نرجع نصعد البنية حتى ناخذ المهمه اللي وراها. نصعد لها نحكي وياها. هسه تريد منا نقتل أوسترافا اللي به هو أول عالم. نروح تروحوا للعالم وحاشي قبل أن وين مكان أوسترافا، تقتلوه بالعالم حتى ينتقل لل شو اسمه
المركز نكسس، ولا ما تلقوه بالمركز لازم ترجعون تقتلوه بالمركز، يلا تعطيكم الهدية وتعطيكم المهمة القتلة الثانية. طبعا بهذا العالم، بأول عالم تلقون أسترافا تقتلوه، وراح تلقوه فوق بالمركز تروحون تقتلون أسترافا. باعوا أسترافا فوق ورا ما قتلناه بالعالم الحقيقي، راح تلقوه بالمركز هنا أنا. نقتله، أصيبه هم بوباء أول شي، ندب عليه سحابة الوباء، وراها نهاجمه. وقع جوا راح نهاجمه، طبعا ما راح يهاجمكم رأسا، شوية وقت يلا يهاجمكم. ضربة كم ضربة، يلا شوية ويبدي يهاجمنا. يعني ما قاعد يتأثر تقريبا بضرباتنا، يبدي يهاجمنا، يلا يبدي يتأثر بضرباتنا من يبدي يهاجمنا. سبعة لما هاجمنا هو باعوا هسه ورا ما انصاب بالوباء. ما بقى شيء الا قليل من دمه. طبعا نخلص الوباء، تاثير الوباء عليه، نرجع نستخدم الوباء عليه مره ثانيه حتى ينصاب. باعوا راح يموت، ما بقى شيء، نظل نراوغ. سهل اوسترافا، بس نظل شوي نراوغ، هو انصاب بالوباء وينزل دمه شوي شوي لحد ما يموت. باعوا ما بقى له شيء، راح يموت، هاي دمه انتهى تقريبا، بس راح يموت اوسترافا. انتبهوا انه هاي الشخصيات اللي ذكرتها انا كلها لازم تكون بالمركز حتى تقدرون تاخذون هذا الخاتم. سابق شيء مات أسترافا، مات أسترافا هسه.
هسه ارجع نتوجه للبنية حتى ناخذ الهدية وترجع تعطينا المهمة القتل الأخيرة واللي هي حتكون يوريا. سنحكي وياها. طتنا تميمة الوحوش بقى هالقطعة كلش مهمة. هاي تميمة الوحوش قدروا تستخدموها للسحر والمعجزات بنفس الوقت. هسه نحكي وياها تعطينا آخر مهمة قتل الساحرة يوريا. نقبل العرض ونروح نقتل يوريا. طبعا أنصحكم إنه تخلصون كل ال تشترون كل التعويذات من يوريا يلا والحكيم فريك يلا تروحون تقتلوهم. هسه نروح ليوريا نقتلها. شوي عندها يوريا تعويذة مال ملك التنانين شوي قوي انتبهوا منها بس. ولا الهيلث مال يوريا مو قوي يعني. حط هيلث. عصفة النيرة عندها هاي التعويذة قوية هي. بس نضربها. بقى تستخدمها ضدنا كانت. التعويذ مالتها مو سهلة قوية. طبعا سوري ساحرة يوريا انا احبها ساحرة يوريا بس مضطرين نقتلها. اوكي تعاي. طبعا سووا هذا الشيء بنهاية اللعبة حتى خلص انه بعد ما تحتاجون السحرة بشي سووها بنهاية اللعبة هذا الشيء حتى بنيو جيم بلاس يرجع كل شيء طبيعي. صابتني دمي وي راح تقتلني بس خلا احتمي بمكان اخذ هيلث بعد هيلث ثاني. تمام هسه اوكي هسه نروح نقاتلها مرة ثانية. شوي انتبه لموضوع التعويذة مالت ثمان نيران. هاي التعويذة كانت قوية كلش التعويذة هاي. زين ما خلينا نستخدم التعويذة. أردت تستخدم مرة ثانية قتلناها. قتلنا يوريا. هسه نصعد للبنية حتى ناخذ منها ال خلص هيك راح ناخذ المفتاح ونتقاتل وياها. هذي البنية سهلة بس انتو بس مجرد تحجون وياها راح تعطيكم الخاتم رأسا حتى ما يحتاج تقاتلون وياها. بس تقاتلون وياها حتى تقطون عليها. تصعدون فوق البنية. هسه نصعد للبنية. هذا آخر شيء راح ناخذ خاتم العدو واللي هو أصعب خاتم باللعبة شوية مزعج. طبعا تاخذون كل الخواتم تحصلون تروفي ملك الخواتم. هسه بس تحجون وياها راح تعطيكم الخاتم تبدي تتقاتل وياكم. باعوا خدتوا الخاتم العدو خلاص. هسه نقتلها بسهولة مو صعبة هي بس أبدا مو صعبة موضوعها جدا سهل يعني ما راح اسوي لك اي شيء. طبعا قتلناها بسهوله وجهناها ضربات. الهيلث مالته قليل ويعني الموضوع بسيط مو صعب ولا مو صعب. قتلناها هذا هو بكل سهوله. وخذنا الاسلحه مالتها والقناع. لهنا اصدقائي ينتهي الفيديو. اتمنى استفادتوا من المقطع. اذا استفادتوا من المقطع خلي لايكاتكم للفيديو وكتبوا تعليقاتكم اذا عندكم اي سؤال عن الخاتم او اللعبه. ولا تنسون اشتراككم بقناتي.